السلام عليكم ورحمة الله. هذا الخبر اللي غادي نهضر لكم عليه اليوم هو خبر ديال وفاة الكوميدي عبد الفتاح جوادي. فإن لله وإنا إليه راجعون، هذه العبارة لدولتها أو دولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأمس السبت من نشروا أحد نشطاء ما يفيد بوفاة الكوميدي عبد الفتاح جوادي، مضيفا أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية. ومن بعد الكثير من الجدل حول حقيقة وفاة من عدمها، نفى مصدر مقرب من الفنان المذكور خبر وفاته قائلا إنما تتداوله بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، كما أن مقدم البرامج مراد العشابي كذلك خرج بتدوينة على حسابه بالفيسبوك وقال الله يهديكم عبد الفتاح جوادي راحي يرزق. فالله يهدي هاد الناس هادو اللي كيخرجوا بحال هاد الإشاعات، هادو كيزرعوا الهلع والحزن في نفوس المغاربة. فبصراحة البارح من سمعنا هاد الخبر بقى فينا بزاف هاد الكوميدي هذا وتأسفنا ليه، ولكن الحمد لله مازال ربي يطول العمر مازال حي يرزق.